احنا ظبطنا المفروض النهارده احنا هناخد الجزئيه اللي هي الخاصه بال بالفيرشوال بوكس، ازاي ان هو يتحط عندي على اللينكس. الهدف من الموضوع دوت ان انا اشغل مايكروسوفت اكس بي، مايكروسوفت اكس بي كل محتوياته على لينكس. لا يوجد اي مشكله لسبب واحد، اولا اللي بيجي لحضرتك علشان يشوف او يبقى معاه الضبطيه الضوئيه اللي يشوف ان هو يشوف نسخ مايكروسوفت، هو هيفتح الجهاز هيبص يلاقي ايه ده لينكس. هو اوريدي مش شخص محترف فنيا اللي بيجي، هو كل حاجه هو جاي شاف ويندوز، عارف ويندوز اهو، شاف ويندوز فين النسخ، مفيش، هات الجهاز ماشي. طب شايف سيرفر وليه نسخ عندي السيرفر عندك هناك؟ حبيب قلبي السيرفر اوريدي انا عامل بيه قائمه بال 50 جهاز عندي، بال 50 سيريال بالكمان العادي بتاع الشيرة، فبالتالي لو مجرد بقول والله السيرفر موجود في المركز الرئيسي لان دي نسخ بتجينا من المركز الرئيسي. فهو جاست ان هو بيرجع لي والله النسخ اهي، انا بطلع له كل السرايا موجوده عندي وجواب موحد موجوده يعني. واتبعتت لفريد الديب من ساعتها ومتسجله في مايكروسوفت وما كانش فيها اي مشكله قانونيه. المشكله في الاجهزه اللي هي الاند يوزر او اجهزه اليوزرات اللي موجوده عندك. فهي حلها ايه الاخبار مش كتير في مصر اللي فيها اصلا لينكس يعني، عدد اللي بيشتغلوا لينكس في مصر قليل جدا مقارنه باللي بيشتغلوا مايكروسوفت. اسكندريه عدد قليل ما يجيش 10% من عدد مستخدمين استخدام الاجهزه في العقد في مصر كلها، ما يجيش 10%. ودي ميزه يوم انا فتحت لهم امبارح لان البنوك شغاله لينكس، وزاره الدفاع الداخليه شغاله لينكس. انا هسهر امبارح عشان ادخل، فاهم ازاي؟ امبارح بيجي طلب عليهم يضرب رقم الحساب ممتاز يعني تسبب الزلات مش عارف ايه. طيب احنا هنعمل ايه؟ اولا علشان اخطر عشان اخطر الفيرشوال بوكس لازم اكون متاكد هو ما يبص اسمعني بس بيني وبيني بقى هو ما يفهمش الكلام ده، هو مفيش مستخدم بالكامل لازم الشركه يفهم ان مفيش ايه ما اشتغلهاش وفي ايه ما اشتغلتش. وانا لما اجي هدخل انا هفتح وادخل لازم افهم وامسح بعد كده اكيد ان انا هدخل، لازم ابقى متاكد ان الحاجه سليمه عشان ادخل. الناس كده اللي كل الناس يقول لي عم حد ما تفكرني من الفيلم ده، انا مش عايزين كل شويه وجع دماغ نعمل حاجه وتخرب حاجه ثانيه. كله تليفونات بيقول لك يا عم بقى اسمع اللي انا بقول عليك، انا بقول لك الصح. بص يا جماعه، اولا عشان اشغل الفيرتشوال بوكس لازم يكون كارت اللان واصل زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت لازم يكون كارت اللان هشغل واصل. لو كارت اللان مش متصل الفيرتشوال بوكس ما هيعملش انستول اصلا. حلو، الفيرشوال بوكس ما يعملش انستول اصلا. السيشن اللي عندها نت احنا امبارح يعني بالعافيه الحمد لله بطء الخدمه، عرفنا ان احنا ايه المشكله لوحدها نظبط العمليه. حاجه ان لما اجي اشتغل بقى وهكربس نفسي الاقي الدنيا تطلع ايرور مش عارف ايه. فانا هعمل العمليه مثلا ما دخلت العمليه ما نزلتش امبارح الباسورد ويوزر بين باسورد ما عملش، ما عملتوش ليه؟ مش انت المفروض تضيف هو مديك باسورد الغرب والعمليه ما دخلتش انت باسورد الغرب ما نزلش. ما نزلش. ما هو يديك نفسه للاثنين. ماشي، ايه بقى مشكله الزناد والرقم الحساب بضربه يطلع مش عارف ايه، انت شوفها حلها. هم ما بيفهموش بسيطه يا رمزي، هم ما بيفهموش بسيطه، هم عايز يضرب انتر يطلع بس. قول المفروض ان انا عندي هنا اهوت، لو جيت اوريدي بيبقى في عندي باكج بنزلها من على الانترنت اللي هي بيبقى فيها الفيرتشوال بوكس اللي هي قلت لك عليها ديت، دي النسخه ال 64 بت بعرفها بكلمه اي ام دي 64 زي ما انت شايف قدامك، بدوس عليها دبل كليك فهي اوتوماتيك بتروح فاتحه على فين؟ على سوفت وير سنتر علشان تتثبت. بيطلع لك كلمه انستول هنا اهو، بيطلع لك كلمه انستول، طبعا انا سطبتها فبيطلع لك كلمه ري انستول تاني. لو انا اوريدي مش مشغل النتورك دي ما تبانش، تيجي تدوس عليها ما تدوس ما تداس. طبعا بعمل لها انستليشن، الباكج دي بتقعد تفتح مره واثنين وثلاثه، تاخد لها حوالي دقيقتين ثلاثه بالكثير قوي، وبعد كده تلاقيها اتسطبت. بعد ما بتتسطب باجي من هنا من عند حرف الزد واكتب في اي ار، فيطلع لي حاجه اسمها اوراكل في ام فيرتشوال بوكس. اللي عامل الفيرتشوال بوكس شركه اوراكل. تمام؟ جاست ان انا قلت له دبل كليك عليه
فاوريدي هيبدا يفتح لك الشكل اللي انت شايفه قدامك. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده وظيفته ان هو يعمل مكن عليه اي نظام تشغيل ايا كان. يعني هنا الشكل ده تقدر تكريت مكنه افتراضيه ايا كان نظام تشغيل، لينكس، مايكروسوفت، وين، تلاوت، ماك، سانسولاريس، ايا كان نظام التشغيل. طب بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بطريقتين، اما ان يكون في عندي نسخه جاهزه انا مجهزها حاطط عليها كل الشغل بتاعي وحاطط عليها كل البرامج اللي انا عايزها، وجاست ان انا بعمل لها امبورت، بعمل لها ادخال عندي على الجهاز، او اني انا اكريت مكنه جديده خالص. فلو انا عايز اكريت مكنه جديده جاست ان انا باجي هنا بدوس على نيو، بسمي المكنه اللي انا عايز اسميها، مثلا سميتها ويندوز مثلا، تمام. هل انا هنزل انهي نسخه؟ ممكن اقول انا عايز انزل ويندوز، لينكس، بي اس دي، ماك، اي بي ام او اس، في اظن التشغيل كتير. وهل هو 32 بت ولا 64 بت ولا 7 ولا 8 ولا 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 تقدر تنزل من اول ويندوز 3.1 كمان. اي فيرتشوال، على فكره ده مش ميزه دي، هو اي فيرتشوال ابلكيشن زي في ام وير، اي اس اكس، فيرتشوال بوكس، كلهم يقدروا يشغلوا كل البرامج ديت. مش بدع يعني، بس اسهلهم في العمل على لينكس الفيرتشوال بوكس، لان في ام مثلا منزله برنامج يشتغل على لينكس، بس عشان تتعامل معاه اوامر كتير جدا بتقعد تديها في الدوس بتاع او التيرمينال بتاع لينكس عشان تقدر تشتغل عليه. فاهم ازاي؟ بس بيشتغل، بس لفه. وكل ده احنا جربناه، يعني احنا جربنا كذا حاجه عشان نشوف الانسب بالنسبه لنا ايه. فاحنا شفنا هنا هو ويندوز اكس بي 32 بت ونكست. الرامات المفروض مايكروسوفت اكس بي المفروض بيشتغل بدايه من 64 ميجا رامات، فهو هنا محدد لك الريكومندد 192، تمام. ممكن ازود اكتر، بس المهم ان انا ما اعديش الخط ده، ما عديش الخط ده اخري. فانا اخري هنا اهوت مثلا سي 2 جيجا مثلا، او مثلا سوري جيجا واحده، مش هزود عن جيجا ابدا، لان جيجا بالنسبه لاكس بي ده هايل، تمام. قلت له نكست. بعد كده قال لي انا هعمل لك 10 جيجا للهارد ديسك ده. فانا قلت له كرييت ا فيرتشوال هارد ديسك درايف ناو، كرييت هارد ديسك درايف. طب ال 10 جيجا اللي هياخدهم دول هل هيحجزهم على طول مباشره من البارتيشنز عندي؟ لا، هو هياخد مساحه، هيحجز زي مساحه طول ما هو شغال 10 جيجا. اول ما يقفل ال 10 جيجا يرجعوا للجو، يرجعوا للويندوز العادي بتاعك او لللينكس العادي. بياخد مساحه افتراضيه، بياخد مساحه افتراضيه. بس انا ما ينفعش مثلا البارتيشن اللي هو واخد منه المساحه كلها على اخره، ما ينفعش تملى البارتيشن على اخره فعلا، لان هو هيرجع يكتب. هو بيرجع يكبر. هو عامل زي ايه؟ اول ما اشتغل خد ال 10، اول ما قفل شاف مساحه الملفات الموجوده ورجع لاصلها. كل ما تزيد الملفات بيبدا يزيد في الحيز بتاعه. فانا قلت له نيك كرييت، هيقول لك انت عايز انهي هارد ديسك. طبعا هو هنا انا بكريت، طبعا مش ينفع ان انا اعمل حاجه اي اختيار وخلاص، لان كل واحد من دول ليه استخدام. انا بقول له فيرتشوال هارد ديسك، فيرتشوال هارد ديسك اللي هو الفي اتش دي، تمام. فيرتشوال هارد ديسك في اتش دي. قلت له نكست. قال لك انت عايزه فيكس سايز ولا دايناميك؟ لو قلت له فيكس سايز هو هياخد ال 10 مفتوح مقفول هم اللي موجودين. لو قلت له دايناميك هيكبر ويصغر حسب حجم الملفات اللي موجوده جوه الفيرتشوال ماشين. فانا بحب ان انا اقول له لا خليها دايناميك. طبعا احنا عندنا في المركز الرئيسي علشان السيرفرات عليها داتا بيز، فما ينفعش ان انا نعملها دايناميك، فبنعملها فيكس. مثبتينها عشان ما ينفعش يكبر ويصغر بمزاجه، عشان ما ياثرش على الداتا بيز. لكن هنا ده اكس بي فمش مشكله يعني. نكست. حضرتك البارتيشن انت هتحتفظ بيه فين؟ يعني انت هتحتفظ بالويندوز ده فين؟ طبعا انا هنا المكنه دي هارد ديسك واحد، لكن طبعا المفروض لما انا هحطها على جهاز تاني هاخد من هنا واختار مكان غير الفايل سيستم، عديه على الاي،
تمام؟ واقول له سيف فيغير المكان. الهارد ديسك ممكن ازوده، هو مديك 10 جيجا، ممكن ازود اكتر من كده، ممكن اوصل لغايه 2 تيرا. تمام؟ فقلت له بعد كده ايه؟ كرييت. جاست ان قلت له كرييت، هو المكنه هي شغاله فعلا، بس هي باور ايه؟ باور. كانك جبت مكنه زي المكنه اللي احنا بنتعامل معاه، اشتريت، احنا كده اشترينا المكنه. ركبنا الرامات وركبنا الحاجه واشتريناها. ناقص ايه؟ سيديهات الويندوز واحط نظام التشغيل واشغل المكنه. طب احط سيديهات الويندوز ازاي؟ في هنا جاست انا بعلم على المكنه وادوس على علامه سيتنج او كليك يمين عليها واختار سيتنج، الاثنين زي بعض. تمام؟ دوست سيتنج. طبعا لازم يكون في عندي هنا اسطوانه ويندوز. باجي على كلمه ستورج، كلمه ستورج في هنا عندك العلامه بتاعت السي دي مكتوب هنا ايه؟ بعلم عليها كليك واختار من هنا كليك واقول له هوست درايف او تشوز فيرتشوال ديسك فايل. تشوز فيرتشوال ديسك ايه؟ فايل. فبيقول لك هات لي فايل ايزو لو سمحت. فين الفايل الايزو اللي عندك؟ تمام؟ فين الفايل الايزو؟ جاست انا علمت على فايل الايزو وقلت له اوبن وقلت له بعد كده اوكي وشغلت المكنه، هيبدا يسطب الويندوز بنفس الطريقه العاديه جدا اللي بيسطب بيها الويندوز. مفيش فيها اي ابتكار. تمام؟ وهبدا بعد كده اسطب عليها الاوريكل الكلاينت بتاعي، اسطب عليها الاوفيس بتاعي بنفس الطريقه العاديه جدا. عشان بس مش عايز اخد مساحات على الفاضي فانا هحاول اجيب لك نسخه الاكس بي ثواني كده. بص معايا دلوقتي اوريدي جاست انا دوست على علامه سيتنج زي ما قلت لك. ستورج دي المفروض دي اللي هي الامبتي بتاعتي مش فيها حاجه كانت. انا جيت من هنا علمت قلت له تشوز فيرتشوال ديسك واخترت الايزو فايل بتاعي اللي عليه نسخه الويندوز وقلت له اوبن فاتحطت اهي وقلت له اوكي. كده المفروض نسخه الويندوز ايه؟ اتحطت في الجهاز. كل اللي انا هعمله ان انا اقول له ايه؟ ستارت. هيبدا يحمل معاك ويبدا ان هو يشغل الايه؟ عمليه التسطيب بتاعه الويندوز. ان هو هيبدا يسطب ويندوز. كانك بتسطب ويندوز على جهاز عادي جدا، هياخد نفس الوقت تقريبا اللي بياخده الجهاز العادي. هتضطر انك انت مش هتحط بقى تعريفات. هنا العمليه مختلفه. هنا العمليه مختلف. الفيرتشوال ماشين بتنزل بدون تعريفات. بتعمل ايه؟ جاست هي خطوه بتتعمل بتخلي المكنه تحس بالمكنه الاصليه. واللي بيحصل بعد كده اللي انت هتشوفه معايا دلوقتي. هو هنا قال لك انتر نفس الطريقه العادي جدا تسطيب ويندوز واف 8 اي اجري وكاريت البارتيشن. اه يا جماعه هو كده شايف هارد ديسك قلت له هنا نحط الويندوز انتي اف اس كويك. سطب ويندوز. فيها ادنى مشكله؟ نفس خطوات الويندوز العادي جدا. بس بعد ما اخلص بعد ما يخلص الكلام دوت الخطوه اللي انا بقول لك عليها ان انا باجي من كلمه ماشين سوري من كلمه ديفايس من كلمه ديفايس واحط انسرت جيست اديتشنال سي دي ايمج. شايف دي؟ بسطب بيتحط بقول له انسرت ده فبيحط لك جوه الويندوز هنا هتلاقي في سي دي روم طالعه قدام حضرتك عليها ايكون بتاعت البرنامج بدوس عليها دبل كليك بتبدا ان هي ايه؟ تسطب برنامج على النسخه دي. وظيفته ايه؟ ان هو هيظبط الريزوليوشن ويظبط الدنيا ويشغل التعريفات ويشغل النتورك وكل حاجه وكل التعريفات. كانك عرفت كل التعريفات مره طيب النقطه اللي هنتكلم فيها الجهاز دوت او الفيرتشوال ماشين. هل الفيرتشوال ماشين والمكنه الاصليه الاثنين ياخدوا اي بي واحد؟ لا. الفيرتشوال ماشين بتتعامل على انها مكنه زياده كاني حطيت جهاز جنب جهاز فبالتالي كل واحد فيهم باي بي مختلف عن الثاني. عشان تخش نتورك عشان تشتغل بتبقى كل مكنه باي بي الفيزيكال باي بي والفيرتشوال باي بي لان هي ملهاش دعوه ان انت حضرتك ما ينفعش تعمل بريدج بين الاثنين.
حتى لو عملت بريدج ما ضاف لازم باي بي وضاف اي بي. البريدج هيعمل ايه؟ معلش هو البريدج معناه ان انا باخد اللين اللي موجوده في المكنه الاصليه يعني بيشوف ال بيشوف النتورك هي هي او اللين هي هي صح كده؟ ايوه بيشوف اللين هي هي بس بيشوفها كماك ادرس بس مش اي بي. لكن دي اي بي لو انا اخترت نات لو اخترت نات اختار في اسمه هنا نات وعملت اوبتين المكنه الفيزيكال هتدي اي بي مختلف للمكنه الفيرشوال وهيشوف الشبكه برضه. هي اللي هتديها؟ هي اللي هتديها. يعني هتديله اي بي 192.168.213 مثلا وهتديها جيت واي. هتقول لي طب ما انا الاي بي بتاعي 10.9.1.1 هتشوف. ليه؟ هشوف ساعتها من الاي بيات الكونفجريشن بتاعت المكنه الفيزيكال نفسها المكنه الاصليه. ده حوار. ده حوار كبير. طبعا احنا حياتنا دلوقتي كلها بقت فيرتشوال يعني احنا دلوقتي حتى في المركزيه انا عندي سيرفرين كبار تبعهم 500000 جنيه تقريبا او 650000 جنيه ومتقسمين مكنه يعني المكنه في عندي مكنه مثلا بتاعت المركزيه بتاعت التحصيل وما الى ذلك تمام المكنه دي رمتها 128 جيجا 128 جيجا بايت رام تمام متقسمه كذا مكنه بتاع الحسابات دي مكنه فيرتشوال بتاع الاداريه دي مكنه فيرتشوال اللي الناس بتشتغل عليها ريموت بتاع التحصيل والقرايات دي مكنه فيرتشوال وكل دول بيبقوا كل المكن ده مفتوح في نفس الوقت كله موجود وشغال في نفس الوقت لان اللي بيحكم الموضوع دوت امكانيات الجهاز الكبير اللي شايل المكن ده بسحب من الهاردات بس طبعا احنا بقى حاطين هاردات هناك ست هاردات راكب ست هاردات 6 تيرا ومعمول ريد فلو في هارد باظ بنطلع الهارد الباظ ونركب هارد جديد وشغال عادي المكنه ما بتوقفش وفي عندي يو بي اس بيشتغل 3 ساعات لو النور قطع. فراس خد تطلع عندنا 2-1 ب 3 ساعات. ده بص الدولابيه. عندنا فين جوه خالص؟ بص الدولابيه. حجم. حجم. لو حد فيكم جه دخل عندي في الاوضه عندي في السيرفر لما يجي القاهره ان شاء الله هلاقي في عندي دولاب كبير كده ده بتاع السيرفرات وهلاقي جنبيه دولاب صغير ابيض ده بتاع الميكروويف وهتلاقي جنبيه كده صندوق اسود طويل ده بتاع اليو بي اس يعني عايشين حوارات جامده هناك شغل فاخر من الاخر شغل فاخر من الاخر اه فاخر فاخر الشغل المعلم بيبني ما هو اوريدي الحاجات دي على فكره كده احنا بنفكر دلوقتي في تغييرها اصلا بص يا رجاله دلوقتي المكنه خلاص خلصت تسطيب ورسترت زي اي حاجه عادي هو نفس الخطوات بالظبط اللي بتتم على اي مكنه بس هنا بشكل افتراضي. بعد ما بيخلص المكنه ممكن انت حضرتك لو حبيت تعمل المكنه ديت من الالف للياء الموضوع بسيط وسهل. تعملها؟ اهو انا عملتها من الالف. اه بنعملها تمام؟ يا اما تاخدها من تاخد اللي هو النسخه اللي انا مجهزها على طول واقلب. انتوا كلكم شغالين على اوفيس 2003 على ايه؟ اوفيس 2003 لو عايزين ننزل لا مش عايز انا الناس عندك شغاله ايه؟ اه طب لا يعني في فايلات مثلا بتتبعت ايميل من المركزيه او كده بتبقى 2017 مين؟ 2003 ما اكيد طبعا عشان دي يو سي اكس فبضطر ان انا انزل على جهازي مثلا او كام جهاز كده 2003 اه بس معايا 2007 كمان يعني الاثنين في نفس الوقت المفروض اللي يبعت الايميل يكون بعته بصيغه يو سي يو سي يعني هو عنده في سيف از موجود طلعت من اول 2003 اكس 97 موجود اوبشن عنده ما يحكم عليه ده الكلام ده عنده ايه الدماغ دي؟ تشريف حبيبي خلي بالك الفيديو بيسجل انا قلت حبيبي الفل انا ما قلتش هو بيعمل
بص معايا كده اهو، انا كده الويندوز فتح معايا، فاضل بس خطوتين انا هعملهم. خطوه الاولانيه ان انا هروح جاي في الديفايسز ديت بشغل انسرت جست اديشنال سي دي ايمج، هتلاقي ساعتها حركه الماوس، لو ملاحظ حركه الماوس تقيله شويه على المكنه الفيرشوال، ومجرد ما بحط انا الاسطوانه ديت وابدا ان انا اسطبها على الفيرشوال ماشين، يعني هي بتبقى تول جوه الفيرشوال عشان تخلي الفيرشوال اسرع تقدر تتعامل معاه بسهوله. عارفين عرفت التعبيرات بالظبط، هي اوريدي موجوده جوه السيستم نفسه، يعني بقول له هو انسر اهو. اقول له نيكست على طول، نيكست 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 نيكست، مفيش فيها كلام يعني ما بدورش. بالظبط انا عملتها هيرسل المكنه الفيرشوال، هتلاقي ساعتها الماوس بقى ايه؟ ظبط، هتلاقي الريزوليوشن ظبط خلاص، كل حاجه تلاقيها ايه ظبطت معاك. اهم نقطه عندك بقى في الموضوع بعد ما يخلص، في عندنا تركتين هنعملهم. التركيه الاولانيه اللي هي تظبيط النتورك، التركيه الثانيه اني اخلي الهارد ديسك بتاع المكنه اللينكس يتشاف جوه الفيرشوال اكس بي. بمعنى ايه؟ الهارد بتاع المكنه اللينكس يتشاف جوه الفيرشوال ماشين اكس بي. سايب عليها وحط الحاجه بتاعتها؟ لسبب واحد، ما ينفعش ان انا احط الحاجه على السي هنا، لان المكنه الفيرشوال لو ضربت انا هرجعها ازاي؟ طب احطها على دي او اي؟ طب انا لما اعمل كذا بارتيشن في المكنه الفيرشوال، لا بعمل حاجه اسمها الماب درايف. الماب درايف ان انا باخد بارتيشنز والبارتيشن بتاعت اللينكس الحقه جوه الفيرشوال ماشين، فالناس تقدر تقرا الملفات بتاعتها من جوه. وانا مش ممكن اعمل شيرنج نتورك من بره على جوه. طب وليه؟ سايب على طول. لا انا هوريك اللعبه ماشيه اسهل بطريقه ابسط. طبعا ممكن احط ويندوز 7 ويندوز 8 اعتبر اللي انا عايزه، بس هي احنا حاطين ليه ويندوز اكس بي؟ سببين، اول سبب ان عندك بعض التقارير عندك مش هتفتح على الريموت، تفتح اكس بي. فهمتني ازاي؟ دي رقم واحد. رقم اثنين ان ويندوز 7 وويندوز 8 بياخدوا رامات اكتر. يا الو سامعني؟ ايه يا ابني ده؟ انت في الشارع ولا ايه؟ بعد ما خلصت حاجه اعتقد النتورك، بقول لك ايه؟ فاكر الشبكه النتورك هنا شايف الشبكه بره؟ عادي عادي الفؤاد. لو عايز اعرف نتورك، عايز اعرف برينتر على الاكس بي، حط سكونت التعريف بتاعتها عادي جدا. التعريف خدهم كده كده كده، او ارمي فايل التعريف عليها جوه عادي جدا. مش برينتر سكانر اي حاجه كده كده، المهم يبقى يكونش يو اس بي. نتورك ماشي، يكون نتورك. لا اديك تليفون وتكلمه وتقول له حاتم كلمني، وانا اكلمه اقول له احمد هيكلمك. هتشوف اليو اس بي رحله على الباقي، هتشوفه اكيد مفيش كلام يعني. بس هي لازم تعمل كوماند جوه عشان تشوف اول مره كده يبدا شغال على طول. قول له هات خدها كوماند جوه في الدوس يعني. انا هشوف كاوي الحساب. بص معايا، انا كده المفروض حطيت خلاص، انا كده صوت الويندوز اشتغلت كده. الويندوز هو لاحظ ان الحركه ايه اسرع من الاول. طبعا انا كل كده بقى حاجه على كارت النتورك. النتورك طبعا انا شايفها باينه هنا، فباجي هنا على الكنترول بانل، ادي النتورك اهي، كارت النتورك اهو، كليك يمين. لو دوست على ستيتس هلاقي ان في اي بي دخل اهو، شايف الاي بي ده؟ خد اوتوماتيك. طب لو انا بنكت بقى من هنا على سيرفر 911 هيشوفه؟
شافه؟ رغم ان بص الرينج الاي بي غير الرينج ده بس عادل. بس ساعتها لما انا حطيت الفيرشوال ماشين لما انا حطيت الفيرشوال ماشين ديت الفيرشوال ماشين شافت الهارد ديسك وشافت سوري النتورك بتاعتك وعمل كارت نتورك عليه تاني اسمه راوتنج نتورك بحيث انه يدي اي رينج اي بي يشوف نفس رينج النتورك بتاعتك اللي محطوط على المكنه الفيزيكال اللي محطوط على المكنه الفيزيكال. حبيت انت تقول لي يا عم انا عايز احط اي بي انا بدماغي براحتك برضه هشوف شوف بس كل اللعبه ان انا هاجي هنا اهوت من ماشين سيتنج. طيب هو ده الواجب بقى شوف ده هو ده الواجب. انت مسجل دلوقتي؟ اه طبعا. ادي السيتنج بتاعتي ادي كلمه نتورك اهي هو معموله هنا على حاجه اسمها ايه؟ نات. انا ممكن اغيرها على بريدج ادابتر 100 بريدج ادابتر ساعتها لازم انا احط الايبيهات مانيوال. لو قلت له بريدج ادابتر قلت له اوكي هتلاقي كارت النتورك ده هيفصل وهيبدا يشتغل تاني بس هتبقى الايبيهات فاضيه. بص بقى ساعتها لسه ايه؟ الاي بي القديم موجود تمام؟ طب تعالى بقى نجيبه بينك. ها مش شايف حاجة؟ هو كده الاي بي موجود عنده متسيف من اخر مرة لكن الكات اللي كان بيخليه يبص من هنا لهنا فصل لان انا غيرت نظام الايه؟ النتورك بدل ما هو كان نات بقى بريدج فلازم اجي احط هنا الاي بي ايه؟ مانيوال. فهاجي هنا اقول له الاي بي بتاعي والله انا هحطه بقى بيدوي انا عارف ايه بالظبط الاي بيات اللي عندي مثلا حطيته 9.1.1.160 مثلا خلاص قلت له اوكي قلت له بس تطلع لي الايقونه هنا اوكي ساعتها لو جيت بنكت بقى بريدج ادابتر لازم بريدج. هي كانت اتغيرت؟ انا غيرتها اه بس لا كانت اتغيرت عن بريدج؟ اه. ماشي نرستر المكنه بس. بان علقت. هي المفروض مجرد ما تعملها بريدج المفروض انها تشتغل اوتوماتيك مفيش فيها مشكله. المكنه الفيزيكال نفسها برضه اي بي تاني اصلا. طلع 9.2 عشان كده مش لاقي حاجه. الرينج يعني مختلف؟ اه. وفي الحاله دي ما تشوفهاش؟ طبعا. يعني المكنه الفيزيكال واخده اي بي اصلا مش نفس المكنه التانيه. بس المكنه الفيزيكال هنا انا غيرت اي بيها اهو المفروض تغير. بص اي بي المكنه هنا كام؟ كان الاول 1.92 كان غلط فانا غيرته نفس الرينج المكن بتاعي مجرد ما هخش هنا واكتب ران بينج هيشتغل عادي جدا. ايه الاستهبال ده؟ لو عايز الشاشة كمان الشاشة عندكم مش مشكلة مش عايز الشاشة انا جامد يعني.
مثلا الفيزيكال شايفه اصلا بره ده. المكنه الفيزيكال مثلا مش حاجه الحاجه قطعت من بسان ولا شيء طلع عمره دي مش عايز ارجع تاني كده دايس مش انا طول حياتي. لا ما انا عارف ان انا كنت عامل انا لوحدي اللوبي يلف عد لوحده بس انا ما عارف ارجع تاني خالص. هو شغال عد اهو اروح اشوف بقى ايش وش كان عايزني. لا شوف ازاي اطلع من ده ماشي. بص يا جماعه زي ما قلت لك اهو انا غيرت هنا الكارت النتورك بتاعي بدل ما خليته نات خليته بريدج ادابتر زي ما هو صرت هنا بريدج حطيت الاي بيهات مانيوال جوست حطيت الاي بيهات مانيوال من نفس رينج الشبكه من نفس رينج الشبكه يعني لو جيت بصيت هنا كارت النتورك على اللينكس مثلا الاي بي بتاعه 9.1.31 مثلا حطيت هنا الرينج بتاعي مشابه لنفس الرينج بالظبط يعني هنا نفس الاي بي هنا هو نفس الاي بي دوت لو بصيت عليه كليك يمين اهو 9.1.61 فلو جيت بنكت على السيرفر مثلا هنا المفروض هيشوف اوريكال بنك معاك ولا ما بنكش هو اوتوماتيك وبنكت على السيرفر بيبنك معايا على شكل كده بس في نقطه بقى النت لما بتيجي انت ترن تقرير تقيل هتلاقي التقرير هنج معاك في النص ما كملش ليه؟ لان النت ساعات بيوقع بيعمل ريكوست تايم اوت بعض الوقت فبيخلي التقرير يهنج بريدج ما يخليش التقرير يهنج ودي انا مشكله انا شفتها في الشركه عندي في المركزيه مع كبار العملاء لما بيرن تقرير ضخم فيه 3000 ورقه او 2000 ورقه لما كان معمول نت كان التقرير يروح واقف جاي في وسط الوقت واقف لما حولناها لبريدج وظبطناها لقينا التقرير بقت شغاله كويس جدا فعشان كده بنحوله دايما لايه؟ لبريدج. هو النت مش شرط يبقى نفس الاي بي بتاع المكنه النت اللي بيحصل النت بص النت بيعمل ايه؟ النت كل اللي بيعمله ان هو بيركب كارتين فيرشوال على المكنه الفيزيكال ويعمل ما بينهم حاجه اسمها راوتنج فيخلي الاي بيهات تشوف اي رينج تشوف اي رينج تاني زي الراوتر بتاعك هو انت في الراوتر بتاعك مش بتشوف اي اي بي في العالم صح؟ هي نفس اللعبه ده بيشوف مش طبعا لكن البريدج بيبقى لازم يكون نفس رينج على الفيزيكال مكنه المكنه الفيزيكال بتاعت اللان دي خلاص؟ طبعا هسطب الاوريكال بتاعي وهسطب الاوفيس بتاعي وحاجتي كلها عادي بس اخير الاي بي اللي اخدته انا جوه ده هو بينجي لو في واحد زيه بره هيكون في ليفت طبعا يعني كانها جهاز شغال واحد بالظبط وانا قلت لك جهاز شغال واحد عشان كده لازم يكون معايا ورقه بالايبيهات عشان ما احطش اي بي مكان اي بي واعمل مشكله خلاص؟ النقطة بقى الثانية لما جيت هنا معايا كمبيوتر جوه هنا بص كده معايا أنا لاقي هنا بارتيشن واحد بس أنا عايز البارتيشنات الموجودة هنا تخش جوه هنا معايا طب بعمل إيه؟ باجي هنا أهو برضه في ماشين سيتنج في هنا عندي حاجة اسمها شيرد فولدر اسمها إيه؟ شيرد فولدر عشان أشغل الشيرد فولدر الشيرد فولدر لازم الأول أروح جاي هنا أهوت على بقى الكمبيوتر في اللينكس تمام فاتح البارتيشن اللي انا عايز اشيره والاقي علامه هنا طلعت زي سهم فوق طبعا مفيش هنا عندي بارتيشنات ثانيه فمش موجوده عندي مثلا عايز ادخل الدي او الاي فاروح فاتح الدي والاي الاول على لينكس تمام اول مره وبعدين فاتح المكنه الفيرجن تمام فاتح المكنه الايه؟ الفيرجن انا الاول بعمل هنا كده باجي بقول مثلا البارتيشن بتاعي اللي انا عايز اخده انا عايز اخد الايه؟ الفايل سيستم مثلا قلت له فوتو ماونت وبيج بريمت بيج بريمت يعني خليه الى الابد كل مره يعمل الموضوع ده تمام؟ اهو فايل سيستم انت اخد ملف من جوه الدرايف مش كل الدرايف ينفع طبعا براحتك او ممكن اخد بالديسك توب اهو بعت الديسك توب بس قلت له ميك اب قلت له خد ديسك توب قلت له اوكي طبعا لو جيت رحت من الكمبيوتر هنا مش هلاقيه ضاع مش هلاقيه طلع لازم ارستر عشان يشوف مجرد ما هيرست هيخش يشوف مجرد ما هيرست هيجي يفتح المكنه هيخش ماي كمبيوتر يلاقي البارتيشن ده
داخل اللوك بارتيشنز بهارداته بالحاجه بتاعته، خد منه اداله زي ما هو عايز. المهم ان هو ما يحافظش الحاجه على الفيرتشوال ماشين نفسها. صعب الكلام؟ النقطه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها دلوقتي ايه؟ ظهر شفتوها؟ طب افتحها. طب كاريت يا عم. مش هينزل على الديسك توب بتاع المكنه، لا هو بينزل كانه بارتيشن او كده يعني. طبعا. خلي بالك اللي انا بعمله هنا شايفه؟ مش ده الديسك توب؟ لاحظ ان هو ظهر هنا. قست على طول ظهر والعكس العكس صح؟ طبعا. لو عملت كده هو رينيم. لاحظ ان هو اسمه بره اهو اتغير. حلو اللعبه دي. تمام. حكايه ان انا افتح البارتيشن قبل ما اخش دي بتتعمل اول مره بس، يعني اوريدي سوري، حكايه ان انا افتح البارتيشن ديت انا اول مره بس باجي هنا اهو بعمل موضوع الشيرد ده مره واحده، مش كل مره هعمله. بس قبل ما الراجل يخش يشتغل بقول له افتح من الكمبيوتر وافتح البارتيشنات بتاعتك الاول في اللينكس وبعد كده افتح المكنه الفيرشوال. طب بعمل ايه بقى؟ طبعا انا عايز اخلي المكنه الفيرشوال تبقى سهله، انا مش عايز كل شويه. طبعا هي عدل السايبر التفاتير بتاعتها عندك كده. انا عندي هنا اهوت، لو انت جيت بصيت حاجه مهمه جدا. اولا هو مش هيشتغل بالشكل ده، انا مش هيشتغل كده. انا ممكن اجي من فيو هنا اختار حاجه اسمها تشيت فول سكرين او ادوس على شباك اف سوري كنترول اف هيطلع لك، بس كنترول اف يمين، كنترول يمين مش كنترول شمال، كنترول اف. فقلت له سويتش يطلع لك شاشه فول سكرين. اوكي يعني دي المكنه بتاعتي. تمام؟ ويبقى دول موجود عندك تحت. طب انا لو عايز اطلع البتاع ده فوق ما خلوش تحت. لو جيت من ماشين سيتنج في هنا عندي حاجه اسمها جنرال في الاول خالص ادفانسد، بقول له شو ات توب اوف سكرين طلعه فوق. هيرستر المكنه هتلاقي البار اللي تحت ده طلع فوق. طب اشتغل يا معلم زي ما انت عايز. عايز ارجع للحجم بتاعي دوس كنترول اف تاني هيرجعك للشكل اللي انت ايه كنت عليه. طب الراجل ده عشان يفتح المكنه الفيرشوال دي هيفتحها منين؟ هو انا عايز كل شويه اقعد اخليه يفتحها من الطريقه ديت؟ لا. لو جيت على الايكون ديت كليك يمين في عندك حاجه اسمها كرييت شورت كات اون ديسك توب. اهي هيعمل ايكون هنا على الديسك توب اهي. صح؟ واقفل البرنامج ده. الراجل يجي يشتغل منين؟ افتح تعالى نقفل المكنه واقفلها زي ما بيقفل اي ويندوز عادي خالص. مش فيها ابتكار. زي اي ويندوز عادي بيتقفل. هقفله عادي زي ايه. اهو جاي يفتح دبل كليك يا سيدي. قبل ما يفتحها فتح الايه؟ البارتيشنز بتاعته اللي هي موجوده اللي موجوده جوه المكنه ودوس هنا دبل كليك المكنه هتفتح معايا عادي جدا. بدون برنامج بدون اي شيء بدون اي حاجه خالص. لا هو انا كل مره اجي افتح المكنه افتح البارتيشن قبل ما افتح المكنه؟ لا انا مشاير بارتيشن معين. لو انا مشاير الديسك توب مفيش فيها مشكله، مش محتاجها. لكن البارتيشن اللي جوه دي ايه الحاجات الثانيه لازم تتفتح الاول. افتحها وبعدين افتحها. لا الشير ده تعمله هنا في السيتنج اول مره، لكن بعد كده كل مره يخش يفتح البارتيشنز دي الاول. طب مش تبقى مشكله بالنسبه له صدقني انا مشغل 400 جهاز في الشركه كده. لا مش مشكله. هم في الاول كانوا كلهم ليه مش ليه بعد كده عارف نظام الشغل ده اللي هيمشي خلاص. ده البرنامج الجديد لما نزل كله عادي يقول لا قعدوا يبهدلوا شهرين ثلاثه مهدلونا معاهم. طبيعي. النهارده برضه بطل يا احمد. بس يعني خدت شويه انت في الشركه. جميل. بص لاحظ ان البتاع بتاع الديسك توب ظهرت فوق ازاي؟ يعني سيبك من ده كله. بص. وبقى ثلاثه. بقوا ثلاثه بقوا كتير. في واحده ظاهره اهي انا حسبتها. شايفها؟ ظاهره فوق اهي. تمام؟ طبعا لو هو داس اكس هنا ممكن يدوس سيف ذا ماشين ستيت زي الهايبرنيت بالظبط.
يعني حاله المكنه زي ما هي كده، او سنت شوت داون سيجنال يبعت له شوت داون يبدا امر شوت داون، او يباور اوف كده يدوس على زر باور اوف وصلت. بس في هنا اوبشن مهم قوي، المكنه الفيرتشوال فيه ميزه حلوه قوي. اي مشكله بتحصل عندك في اي مكنه زي فيروس او ويندوز وقع او او او, أو بتحتاج وقت قد ايه عقبال ما ترجع الويندوز تاني يشتغل؟ كتير صح؟ الا لو واخد جوستايه ولا حاجه، الا لو واخد جوستايه. بس حتى لو واخد جوستايه هترجع الجوست في قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق عقبال ما هاكل الجهاز احط صوت الهيرد وافتح واشغل البرنامج واطمن البرنامج الايمج فين؟ واطمن الايمج سكور وبعد كده يرستر الجهاز 10 دقايق. ايه رايك بقى ان انا ارجع لك الصوره بتاعت السيستم ده في ثانيه؟ مش في 10، في ثانيه. ازاي؟ انا بعد ما ظبطت الجهاز حطيت له الاوريكل وحطيت له حاجه، على فكره بيتحط انتي فيروس برضه على المكنه الفيرشوال لان دي حضرتك ويندوز. يعني لو في فيروس عندك في اي ناحيه هيتنقل لها، ده ويندوز مش هنضحك على بعض. لازم انزله بقى انتي فيروس. اه فاهمني ازاي؟ ده ويندوز. لو لينكس هقول لك مش هيحصل له حاجه. انت افتكر عندكم اجهزه يعني في لو في عندك طبعا ما عندكمش اجهزه لينكس، انتوا حوالينا كلها ويندوز ما شاء الله. لا في جهاز بقى له قد ايه عندك؟ بقى له شهرين. اه عندك الويندوز بيقعد قد ايه؟ الويندوز ده الحمد لله ان شاء الله بيقعد. بيقعد اه قد ايه؟ لا بيقعد سنين. بيقعد سنين؟ اه شغال؟ شغال. اه كويس؟ ايوه نضيف ومش متفيروس؟ ايوه مفيش يو اس بي مفيش تليفون. اه ممنوع يستخدموه. خلاص منين هيجي مفيش نت مفيش يو بي مفيش تليفون. كويس وبعد كده هيتقلبوا لينكس كمان. ايه؟ وكمان هيتقلبوا لينكس تبقى حاجه حلوه جدا. اه انا عايز اتضل. لا ان شاء الله مش هتضل. لا اتضل على الاخر. لا كده ما اتضلش اهي. لا والله انت اللي هتشيل ال 5000 جنيه وانت اللي هتتحبس. انا مالي. لا كده ما اتضلش بالفي ام هم اللي اتضلوا. انا قصدي كده. اه ماشي. انا اول حاجه هعملها بعد ما امشي هنزل لينكس واحمي نفسي. هنبدا خطوه خطوه. بص هو مثلا كده يعني يومين حضرتك واخد منك تمام. لا وحياتك يومين. وحياتك يومين. ده انت عارف هنا. عارف مش شرباه مدينه نصر 56 جهاز. مش شرباه 50 جهاز استاذ كريم عشان بس حاجه. معلش حبايبي. الاكسس. يا رجاله. هات بس شغل اكسس بس على جهاز ثاني. يا رجاله. سجل يا باشا. اللعبه اللي هنلعبها دي عشان اللعبه مهمه قوي. دلوقتي لو انا حطيت اي يو اس بي سواء برينتر سكانر او ايا كان المكنه الفيرشوال مش هتحس بيه. لازم اجي هنا في التيرمينال بتاع الفي ام اي التيرمينال نفسه بتاع اللينكس واكتب الامر اللي انا هكتبه دلوقتي. تمام؟ هكتب اس يو دي او سودو. تمام؟ اد يوزر. تمام؟ سودو اد يوزر واكتب اسم اليوزر اللي موجود هنا عندي على اللينكس. هو اسمه ايه هنا ايه؟ اسم ده ايه؟ يوزر. اروح كاتب يوزر مسافه في بوكس يوزرز. شايف الامر اللي كتبته؟ بس هي في هنا دبل اس يعني. سودو اد يوزر مسافات من غير مسافات. فاهم ازاي؟ من غير مسافات. اسم اليوزر اللي هنا على الجهاز لو الجهاز ده اسمه خالد بدل اليوزر دي هكتب خالد. مسافة في بوكس يوزرز وادوس انتر. هيطلب منك الباسورد. قال لك هنا ايه؟ دن. شايف الامر كده اتنفذ. حلو الكلام؟ ها في اي مشكلة؟ ماشي يا رجالة؟ سهلة أهي صدو مسافة اد يوزر مسافة اسم اليوزر اللي على الجهاز مسافة في بوكس اختار فيرتشوال بوكس يعني في بوكس يوزرز حتة واحدة. دلوقتي لو حد جاب لي مثلا هارد لفيروسات وباور ورحت مركبه هنا كل اللي انا هعمله كراجل شغال في المكنة ان انا هاجي على المكنه ديت شايفها طبعا عندي مليون حاجه فوق
هثبتها بس. في هنا عندي كلمه ماشين سيتنج، لازم اجي هنا الاول احط الباكج اللي ناقصه اللي هي باكج اليو اس بي. لاحظ ان احنا كان عندنا هنا كام حاجه موجوده، بص هنا في الفايل بتاعي لاحظ ان هنا في المكنه هنا كان عندي فايل تاني 15 ميجا، ده اسمه اوراكل فيرتشوال بوكس اكستنشن. ده اوراكل فيرتشوال بوكس اكستنشن نشر جلا. هلاقي عندي هنا الفايل اللي هو 15 ميجا، انا في عندي فايل 65 ميجا اللي هو في المكنه نفسها او في البرنامج الفيرتشوال بوكس، وفي عندي الفايل دوت اللي يخلي المكنه الفيرتشوال تقرا اليو اس بي، تقرا الايه؟ اليو اس بي. بدوس عليه دبل كليك واقول له انستول، واروح شارد الايكون ديت لاخر تحت كده، هلاقي اي اجري ظهرت اهي. اكتب الباسورد بتاعت الادمن. واحد ماسك المارك دي اللي هي المارك بيشتغل ويكتب بمزاجه عادي يا عم. التاني النسخه كيو فوق اس دي ما فيهاش القصه دي، هي كلها تظبيطات سيتنج في الكيبورد على فكره. اه قال لك the extension package has been installed successfully. اوكي تعالى بعد كده سيتنج تاني، تعالى في اليو اس بي هتلاقي ايه؟ لازم افصل المكنه عشان اشغل ده، لازم افصل المكنه عشان اشغل ده. طبعا لو برنتر او حاجه زي كده هتتفصل مره واحده، مش كل مره بفصلها يعني. تو باور اوف او اي بي اي سيت شت داون، افصل المكنه. بس لازم اكون عملت الكوماند ده الاول قبل ما اعمل ترتيب الاختيار. مش فارق على فكره الكوماند من الخط، بس يعني الكوماند ممكن بعد او قبل. ممكن بعد او قبل عادي. المهم انك جاي. قلت له هنا سيتنج، في هنا في اليو اس بي عندي، اتاكد بس انا بسجل. في هنا عندي كلمه يو اس بي اهي، قلت له انيبل يو اس بي 2 شايفها؟ مجرد ما دست هنا كليك، سوري مجرد ما دست هنا هو مش حاسس باي مكنه، مش حاسس باي حاجه، مفيش هنا حاجه اتحطت. تعال نحط الهارد يا عمك حاجه. شوف الهارد اتحط ولا ما اتحطش. حاسسه بيه بس. لا 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 ما شفتش. سوري ما صورتش. الهارد كده وصل. تمام. المفروض هنا الجهاز هيحس ان في بعد كده هارد ولا مفيش هارد. او بس لما المكنه تحس بوجود او الهارد اتحط اهو. لو جيت هنا سيتنج والسلام يو اس بي هي تبقى عارفه مش هم اللي بعتوا الفلوس بتاعتك. تمام اهو. بدوس تاني دبل كليك على المكنه اللي انا عايز اعمل امبورت للمكنه، دبل كليك على المكنه اهو بيطلع لك الاكشن دوت. دبل كليك هنا بغير الاسم بتاعها، دي مكنه جاهزه يا دوبك انا هعمل لها امبورت. واقول له هنا ري انيشاليز ذا ماك ادريس واقول له امبورت. هيبدا ان هو ايه؟ يمبورت المكنه ديت على الفي ام اي او الفيرشوال ماشين بتاعتها. دي مكنه جاهزه. هتاخد وقتها. واوفر على نفسي وقت السيت اب والمواضيع والحوارات دي كلها. تمام؟ انا ممكن اعملها انا كمان، يعني المكنه اللي انا عملتها هنا ديت لو انا جيت كليك يمين عليها في عندي كليك يمين اكسبورت. هعمل حاجه اسمها اكسبورت.
اكسبورت وحدد المكان، هيروح واخد المكنه ديت بحياتها واعملها لك فايل بره، وراح واخد برضه على فلاشه وممكن انقلها من مكان لمكان واعمل لها امبورت مش ابتكار. كل حياتها كل حاجه وفرت على نفسك وقت طويل جدا في عمليه تظبيط كبيره. اهم نقطه ان انا لازم اقول لوري ان الشغال زمان ولا تحصل عندي مشاكل في الكونفجريشن بتاعت النتورك. في اي مشاكل يا رجاله؟ سيبها تاخد وقتها ونشوف بعد كده نكمل شغلنا. لاحظ ان في مكنه ثانيه اتضافت عندي هنا جاست نفس الكلام راح يعيش. ماشي وصلتوا؟ شايفين؟ تمام؟ زي ما انت شايف كده قدامي. ادي المكنه الثانيه اتضافت اللي اسمها يوزر واحد. جاست كليك يمين واقول له كرييت شورت كات اون ديسك توب. نفس اللعبه. تمام؟ لو انا عندي المكنه اللي انا عملتها عايز اعمل لها اكسبورت بقفل المكنه خالص. تمام؟ واجي هنا اقول لها ايه؟ كلون. اقول لها ايه؟ كلون. كلون بختار المكان اللي انا حارمي فيه. اقول له هنا نيكست فول كولون وهيبدا ان هو يعمل ايه؟ كولنينج او يبدا ان هو ينسخ المكنه ديت على بارتيشن تاني في الاخر يفتحك المكان بتاع اللي اتحط فيه. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ ادي المكنه الثانيه اهي شايفها؟ دبل كليك اول سويتش يفتح لك فول سكرين اوتوماتيك. المكنه دي بتفتح قدامك. هعدل بس الاي بيهات بتاعتها لان انا كنت حاطط اي بيهات في المركز الرئيسي. هعدل الاي بيهات باي بيهات ثانيه. انا شيل الورقه وسيبها. ايه الورقه؟ ايه؟ مش حاسين جوه تمام؟ اهي يا جماعه بص فيها اوريكال فيها كل شيء اهو نفس الحكايه اهو كنترول اف تبقى فول سكرين. اغير بس الاي بيهات بتاعتها والريزوليوشن. طبعا انا هعمل واحده بس مخططها وخليتها كلها وجايتها اهي انا عامل كده. انا تشديد انا بتاعتك انت اصلا حياتها هي دنيتها كلها بغير بس الاي بي بتاعها. عشان دي هم قايلين نت الشبكه عندي هناك. اهو 9.11.165 اهو اهو تمام. تايم اوت كونكشن وقع وبيحاول يخش تاني. في لاحظ ان هو ايه شغال معايا النتورك اهي مش اي مشكله. خلاص يا رجاله ده كل الشغل بتاعه مش عايز تمام يا جماعه. البارتيشنز بتاعتك وحالتك كلها بتبقى موجوده. انا بعمل اي فايلات زياده موجوده عندي بس كانت موجوده في المكنه وخلاص على كده. الو الو والمكنه شغاله عادي جدا داخل الشبكه بتاعتك هتشتغل عادي برضو يو اس بي والحاجات دي.
لا يا اسئله بس هو اسم في اي حاجه ما جاش اسم هو نعم في اسئله يا جماعه لا الله يخليك اسم هو لا ماشي ايوه طيب